مساء الخير الزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا عارف انه تمرينه لسه مستمره، يمكن انت تابعت الجزء الاول منها. خلينا نعرف منك اخبار الساعات الاهلي النهارده لتاني محطاته في مشوار بطوله الدوري في مواجهه اسوان بكره ان شاء الله. يعني زي ما انت قلت يا احمد، استعداد الاهلي لمواجهه اسوان ان شاء الله في الجوله الثانيه غدا ان شاء الله على استاد الاهلي والسلام. يمكن مستر مارسيل كولر يعني استعد المباراه مبكرا جدا بعد العوده من الاسكندريه ومباراه الاسماعيلي والفوز 1-0 في اخر في اول مواجهات الدوري العام. يمكن على طول الاستعداد بدا على طول من ثاني يوم، يوم الخميس كان في مران صباحي في الجيم للمجموعه اللي ما شاركتش من المباراه، وكان المجموعه اللي ما شاركتش لعبت يمكن مباراه وديه امام فريق الشباب بالنادي الاهلي، وطبعا يعني شارك فيها نجمنا بيرسي تاو بكامل اجزاء المباراه طبعا بعد يعني سلامه حالته تماما واطمئنان الجهاز الطبي عليه. خلاص الجهاز الفني اشركه في المباراه بالكامل وجاهز وتحت امر الجهاز الفني في اي وقت. من بعدها على طول كان برضو في امس الجمعه تمرين يعني الاساسي للفريق، والنهارده اخر الاستعداد والمران الاخير. يمكن قبل المران كان في محاضره بالفيديو داخل الغرفه المخصصه للمحاضرات، يمكن استمرت لاكثر من 30 دقيقه. كان بيشرح فيها مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق ابرز خطوط اللعب لاسوان وابرز ملامح الخطه اللي هيتم مواجهه الفريق بيها بكره باذن الله رب العالمين ووضع اللمسات الاخيره. من بعدها على طول تم تحرك الفريق الى ملعب مختار التتش هنا بالجزيره، وبدايه بقى زي ما قلنا المران الاخير استعدادا لمواجهه اسوان. يمكن المران بدا ببعض التدريبات البدنيه طبعا تحت يعني اشراف مدرب الاحمال، وطبعا التمرينات البدنيه او التمرينات بشكل عام دايما يا احمد بيتم استخدام فيها اجهزه القياسات اللي دايما متوصله باحدث الاجهزه التقنيه لكشف معدلات اللاعبين البدنيه والفنيه على طول لحظه بلحظه سواء في التمرينات او في المباريات. طبعا دي احدث التقنيات الموجوده في العالم، النادي الاهلي كعادته موجوده للكشف على لاعبيه، وطبعا متابعه اللاعبين كل لاعب على حده ومتابعه مستواه اول باول. حالا دلوقتي وانا بكلمك يمكن تدريبه شغاله وبيتم دلوقتي عمل تقسيمه ما بين اللاعبين. دي اخر ملامح واستعدادات الفريق ان شاء الله لمواجهه اسوان غدا، نتمناها ان شاء الله للنادي الاهلي والفوز والظفر بالثاني 3 نقاط، وان شاء الله الوصول لست نقاط في اول مواجهتين من الدوري العام. ان شاء الله فور يعني انتهاء المران هيكون في اعلان قائمه من 21 لاعب هتخش معسكر الليله ان شاء الله في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه استعدادا ان شاء الله بكره لخوض المباراه امام اسوان وثاني مباراه الدوري المصري الممتاز 22-23. الاجواء هنا كمان عاوز اقول لك احمد في النادي يعني رائعه جدا، يمكن كل الاعضاء هنا كلهم امام الشاشات بيتابعوا مباراه الاهلي طبعا في نصف نهائي كاس العالم للانديه لكره اليد امام حامل اللقب وبطل المانيا ماجد بيرج. ان شاء الله يعني فيما تبقى من لحظات المباراه يكون التوفيق حليف النادي الاهلي، وان شاء الله كلنا نفرح النهارده بوصول النادي الاهلي المباراه النهائيه، ونفرح بكره ان شاء الله بفوز النادي الاهلي على اسوان، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه والقائمه رقم واحد. قبل ما اختم معاك محمد اسالك على حاله بيرسي تاو ومدى جاهزيته للمشاركه في ماتشات الاهلي بدايه من مباراه اسوان بكره. طبعا بيرسي تاو كان بيشارك في الفتره الاخيره بالتمرينات الجماعيه، والجهاز الطبي كمان بقياده الدكتور احمد ابو عبله المشرف على الجهاز الطبي اكد سلامته تماما، وده طبعا اتاكدنا منه بعد الفحوصات الاخيره ومشاركته بشكل كامل في المباراه الوديه زي ما قلت لك اللي اقيمت ما بين اللاعبين الذين لم يخوضوا مباراه الاسماعيلي وفريق الشباب اللي اقيمت صباح الخميس الماضي اول امس. الحمد لله حالته دلوقتي طبيا بقت لائقه منها بشكل كبير جدا يعني بشكل 100%، وكمان من الناحيه زي ما بنقول يعني لياقه المباريات والكلام ده كله بقى خلاص جاهز تماما وتحت امر الجهاز الفني، ويبقى بس يعني موقف مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق ان هو يديله الاشاره بالبدء او حتى المشاركه لبعض الوقت في بعض المباريات. ده بقى خلاص رهن اشاره الجهاز الفني، ولكن هو طبيا واللياقه هو جاهز 100%. انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق من اهل الجزيره. دي كانت اخبار تمرينه الاهلي، وكل التوفيق لرجالتنا بكره.